كان المكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الشتاء باردا بشكل خاص، الثلج فرش فراشا سميكا على الأرض، وقد اختفت السناجب والقنافذ في منازلها الشتوية الدفيئة للنوم بعيدا عن الأشهر الباردة الداكنة. حتى الرخويات والقواقع قد اختفت، الكل اختبأ لانتظار الربيع. كانت الغابات والحقول صامتة وخالية، فقط الغراب الكبير الأسود كان يبحث عن وجبة المساء. كان الغراب يتنقل كل يوم باحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا، ولا حتى فارا صغيرا أو قطعة من الغذاء المتبقي لشخص ما، لدرجة أنه صار متعبا وجائعا، وأخذ يكلم نفسه: يبدو أني سأذهب من دون عشاء هذه الليلة. ظل يطير عبر السماء في بحث يائس. كان على وشك العودة عندما رأى عمودا من الدخان قادما في السماء. الدخان يعني نارا، والنار يعني الطهي والطبخ، يعني طعام. فكر الغراب وطار بأسرع ما يستطيع نحو الدخان، ووجد الدخان من مدخنة مزرعة كبيرة حيث زوجة المزارع تطبخ العشاء. كان الحساء لذيذا الرائحة في وعاء كبير على النار، وأرغفة من الخبز الطازة كانت على الطاولة في انتظار أن يقطع إلى شرائح، وقطع من الزبد وقطع من الجبن في صحون على النافذة. فزوجة المزارع قد تركت النافذة مفتوحة حتى تبقى الزبدة دون ذوبان. رأى الغراب قطعة الجبن من النافذة المفتوحة وهي تلمع وجميلة. طار إلى النافذة وخطف قطعة الجبن في منقاره الأسود الكبير وطار. كانت زوجة المزارع مشغولة بتحريك الحساء. كان الغراب سعيدا جدا ويقول في نفسه: لا شيء مثل قطعة الجبن بعد ظهر اليوم البارد في فصل الشتاء. طار نحو الأشجار الطويلة ووقف على فرع عالي للاستمتاع بوجبته. كان الثعلب المكار يكمن متخبئا بين الشجرات، وكان يجوب الغابة والحقول طوال اليوم باحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا يتناوله، وأخذ يقول لنفسه: سوف اضطر للذهاب دون عشاء الليلة. فإذ به وهو عائد رأى الغراب على فرع عالي مع قطعة من الجبن في منقاره. فكر الثعلب في حيلة للحصول على قطعة الجبن من الغراب. ذهب يتمشى أمام الشجرة وكان الغراب يراه، ثم ناداه: مساء الخير، تبدو جيدا اليوم. الغراب نظر لأسفل متفاجئا، فلم يكن قد سمع الثعلب يتكلم بأدب من قبل. واستمر الثعلب: يا سيد غراب، كم جميل أنت، الريش الخاص بك أسود جدا، حقا أنا لم أرى مثل هذا الريش من قبل. كان الغراب مندهش جدا، فلم يصفه أحد بالجمال من قبل. واستمر الثعلب قائلا: ما هذا القوام الرشيد، فأنت تطير لأعلى، أعلى من النسر. أعجب الغراب بكلام الثعلب عليه ومدحه فيه. استمر الثعلب في المدح: لم أرى مخالب مثل مخالبك، إنها من أجمل الأشياء فيك، فكل شيء فيك جميل. ابتسم الثعلب سرا فقد رأى أثر مدحه للغراب، وقال وهو يتطلع بإعجاب للغراب: عزيزي الغراب، لم أسمع صوتك، فلابد أن يكون أحلى صوت في العالم وجميل مثلك، هل من الممكن أن تغني لي؟ تم الإغراء هذه المرة، وكانت جميع الطيور الأخرى قد أخبرته بأن صوته فظيع. وهنا بدأ الثعلب في التوسل له أن يغني لهم الغراب، وأخذ الغراب نفسا عميقا وفتح منقاره بصوت عالي وصاخب. سقطت قطعة الجبن، انقض عليها الثعلب وابتلعها. أما الغراب فقد أدرك ما حدث، ومشى الثعلب واختفى من خلال الأشجار، وترك الغراب متحسرا وتركه يشعر بالغباء. كيف يقتنع بكلام سخيف ويفقد العشاء الجميل له؟ تقدر الغراب وعاد إلى المنزل دون عشاء،